اهلا بكم مشاهدينا من جديد، لسه مكملين في الحصاد النهارده وفي هذه الفقره الحواريه بنتكلم عن موضوع انا بعتبره من الموضوعات المحببه جدا جدا لقلبي الحقيقه. ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي المكانه الخاصه او ذوي القدرات الخاصه دايما بحب اطلق عليهم كده، ودايما بنادي زمايلي في كل مكان ان هم ما يقولوش غير كده لاني بعتبرهم فعلا ذوي القدرات والامكانيات الخاصه. ولما تعرفوا النهارده موضوع فقرتنا هتعرفوا فعلا ان هم ذوي الامكانيات والقدرات الخاصه، لان هم بيقدروا يعملوا حاجات كتير جدا جدا بقدرات كمان فائقه عن الشخص اللي بيعتبر نفسه سوي. الحقيقه هي قدرات، الحقيقه هي نسبه وتناسب، الحقيقه هو ربنا سبحانه وتعالى لما بياخد حاجه من حد بيديله مكانها حاجه تانية، فالموضوع بيبقى متساوي جدا جدا جدا. ولكن الاكثر انسانيا ان انت تلاقي حد مهتم جدا جدا لدرجه ان هو يكرس مجهوده العملي لصالح هؤلاء أصحاب القدرات الخاصة أو المكانة الخاصة في قلوبنا، ومش بس لصالحهم، ده لصالح كمان التذوق الفني. زي يعلمهم الفن، إزاي يعلمهم بعض الإمكانيات الفنية اللي ممكن تجعلهم مميزين جدا في السوق الفني المصري اللي فيه الكثير من الإمكانيات اللي بتعلم العالم كله الفن، وهو المخرج الجميل أستاذ رضا عبد العزيز، رئيس لجنة مبدعون لفنون متحدي الإعاقة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون. أهلا بك يا أستاذ رضا، منورنا. أيضا أستاذة سمر عبد العزيز، رئيس الحرف أو لجنة الحرف اليدوية بالمنظمة. أهلا بك، نورتينا وشرفتينا. الموضوع شيق جدا، موضوع مهم جدا، موضوع كتير يعني بعتبره إنسانيا حاجة كلنا لازم نرفع عليها القبعة. رضا عبد العزيز يا جماعة من أول الناس اللي عملت فرقة رقص للصامتين وسماها فرقة الصامتين. خلينا بقى بما ان احنا النهارده يعني كده بنتكلم عن الموضوع الخاص، قبل ما نتكلم عن المنظمه وقبل ما نتكلم عن الفنون، خلينا نرجع لفرقه الصامتين اللي انا بعتبرها الحقيقه ما خدتش حقها خالص في الميديا، والناس ما عرفتش بيها مع ان هي كانت فعلا فرقه ليها اهداف نبيله جدا، وكانت يعني لازم تدخل كل بيت مصري اعتقد. والله هي الفرقه، فرقه الصامتين، فعلا زي ما انت بتقولي هي انها ما خدتش حظها وما خدتش نصيبها خالص. التجربه كانت كبيره جدا، والتجربه كانت مهمه قوي، وكانت مختلفه جدا، وكانت معموله زي ما دكتور رفيق الصبان رحمه الله عليه قال هاند ميد، يعني هي معموله كده زي السجاد الفارسي. فكانت هي مختلفه شكلا وموضوعا، لكن الموضوع برضو يعني الثقافه كانت الاهتمامات، رغم ان برضه ان مصر بادئه في الاهتمام بالمجال ده من زمان قوي، يعني احنا مش بادئين اهتمامه من النهارده. فرقه الصامتين اتولدت في 2005 وعاشت يعني عهد عصر ذهبي زي ما بنقول في فتره كبيره، وكانت المفارقه العجيبه بقى ان كانت تجربتها مؤثره بره مصر اكتر من جوه مصر، وكانت مقدره تقدير كبير جدا بره مصر اكتر من جوه مصر. وكان الموضوع اتعمل فيه كتب، اتعمل فيه ابحاث ودكتوراه وحاجات من دي بره مصر اكتر من جوه مصر. ففعلا احنا الناس عندنا بدات تدرس الظاهره وتقلدها حتى في مصر كمان. حتى احنا لما كنا بنطلع يعني قبل كده من خلال العلاقات الثقافيه الخارجيه، احنا طلعنا الهند وطلعنا ايطاليا والاكاديميه المصريه للفنون في روما، وطلعت مراكز الاردن المقدسه في الاردن، وطلعت الجامعه اللبنانيه بيروت، وقبل كده مع برنامج اللي هو في الام بي سي بتاع ماما فوزيه الله يرحمه كلام نواعم. كان هم تبنوا الموضوع ده وتسليطوا الضوء عليه وانتشاره ونشره في الدول العربيه. ومن خلال المبادره بتاعتهم في الام بي سي انا بدات انتشر في الدول العربيه، واروح كمحاضر واروح كورك شوب، بعمل ورك شوب وبدرب المدربين والكوادر اللي يدربوا الصامتين عندهم في بلادهم على الاتجاه اللي انا اسسته هنا في مصر. فكان هنا انت مش عامله فرقه فنيه كل اعضائها ذوي احتياجات خاصه بس. لا، انت عامله فرقه فنيه لها منهج منهج ومختلف عن اللي موجود على الساحه، مبتكر وجديد، هدفه انساني، التكنيك نفسه اللي انت بتدربي بيه مختلف طبعا. ان انا اعمل لهم الاتصال العظمي على ظهر ايديهم وعلى مناطق عظميه في جسمهم عشان يحسوا التمبو الموسيقي اللي هم مش سامعين الموسيقى اصلا، بس يحسوا التمبو الموسيقي اللي هم هيرقصوا عليه، ويطلع التمبو ده متوافق او الحركات اللي هم بيعملوها متوافقه على التمبو ده من غير ما يسمعوها. الاصم هنا هو مش عارف يعني ايه اصلا موسيقى
طبعا ما يعرفش الفرق بين صوتي وصوتك، ما يعرفش الفرق بين صوت العصافير وصوت الاسد، هو يعني ما يعرفش يعني ايه الصوت اصلا. يعني الحركات هو يعني هو حتى بيتحرك بناء على الحركات اللي انت بتوريها له بس بعينه. بالظبط، هو بيصورها بعينه، لكن هو ازاي يمسك التيمبو بتاعها ويأديها بشكل متوافق مع الزمن الموسيقي بتاعها، هنا بقى الاعجاز اللي بيجي نتيجه. انا حضرت مره زمان بروفا او حفله من حوالي من كام سنه، من 8 سنين او من كنت معانا في مركز صناعه حرب. كانت حاجه انا روحت البيت الحقيقه مبسوطه قوي ومستغربه جدا ازاي يعني بيتعاملوا، ازاي بيقدروا يرقصوا على حركات. الاحساس بقى اللي بينك وبين اللينك اعضاء الفرقه، اللينك وكمان التعامل بقى اللي انت حتى تحسيه، حتى مدام اميره خواسك الصحفيه والاعلاميه كبيرة قالت لما يعني كان في مقالة كده حضرت لنا حفلة، قالت ان في علاقة كده أبوية بتربط رضا بالفرقة. ده صحيح، فهم واقفين على الموضوع في روح، يعني انت تتعاملوا معاهم بروح، وخلي بالك انت كمان بتزرعي جواهم روح طبعا. يعني هو ما بيأدي شخصية، اما بيأدي دور، اما بيأدي حركة، هو هنا انت بتوري له الحالة اللي هو يعملها، هو مش بيأدي حركات رياضية. لا ده بيعملها بوجدان. بالظبط، في مشاعر وفي احاسيس بتطلع في الحقيقة، هو حالة، هو بيجسد حالة. فطبعا الموضوع كان كبير جدا جدا، ولكن هو فعلا بمرور الوقت ومرور السنين انهارت الفرقة وانهارت التجربة. ودلوقتي تقولي لي فين فرقة الصامتين، هقول لك فرقة اتلفها الهوى خلاص، يعني اتلفها الإهمال واتلفها الإفقار واتلفها. وانا عارفة انك كنت لفترة كبيرة بتصرف عليها كمان علشان تفضل مستمرة. كتير جدا، وانهكتني يعني طبعًا. هي الموضوع طبعا انت لما بتيجي تصرفي على كيان، الكيان ده مثلا كان مخصص له مثلا وزارة الثقافة حفلات بمعدل 10,000 جنيه في الشهر. تمام، فجأة ما بقاش فيه الفلوس دي موجودة، والفريق اللي معاك يتعود ان هو يبقى حفلاته بفلوس، او يبقى هو تواجده في الفرقة دي مقابل مكافآت تشجيعية عشان يستمر. تمام، فأصبح الفلوس دي مش موجودة، فأصبحت انت عملت ايه؟ شلت الموضوع لشهر واثنين وثلاثة على اساس ان دي وعكة او كبوة وهتعدي. فشلت الموضوع شهر واثنين وثلاثة وسبع شهور، بتدفعي 10,000 جنيه كل شهر، حوالي 70,000 جنيه غير انتاج عروض غير. فالموضوع طبعا مجرد ان انت مؤمن بالفكره. وخلوني يا جماعه برضو الموضوع ده نركز عليه كويس جدا، انه لما بيبقى حد مؤمن بفكره وفكره غريبه شويه بيبقى الموضوع صعب، بيبقى الموضوع فيه تحدي كبير جدا، ان انا عايز اكمل وعايز اثبت نفسي وعايز اقول ان لا احنا ينفع نعمل ده في مصر برغم كل الظروف. وانا بشكرك لان احنا عدى علينا 6-7 سنين كده اقتصاديا، يعني البلد كانت ودي انهارت فيهم الفرقه طبعا والتجربه طبعا. هم دول تحديدا اخر 5 سنين، لان انت شخصيا كمان تاثرت اقتصاديا اكيد طبعا. وكنت كمان انا كنت عامل كمان مؤسسه للتنميه الثقافيه تبع وزاره التضامن الاجتماعي، انهارت برضو قفلتها لان طبعًا. مش عارف اجيب لها دعم وتمويل، وكانت الفرقه في الوقت بقى اللي كانت انهارت فيه دعم وزاره الثقافه او اتمنع بسبب حاله التقشف اللي وزاره الثقافه عملتها. فانا قلت خلاص يبقى نضم الفرقه تحت مظله المؤسسه الثقافيه دي تبع وزاره التضامن الاجتماعي ونجيب لها موارد. ما عرفناش نجيب موارد لان حصل عارفه منع موارد من كل الهيئات. انا اعتقد انه الفتره الجايه ان شاء الله، لانه في اهتمام الايام دي، يعني شفت بقى فرقه اولادنا طبعا سهير عبد القادر طبعا، ملتقى اولادنا او ملتقى اولادنا، يعني في كتير برضو من الاهتمام بشوف انه يعني لا في تحرك، في حاجات كتير بصراحه ما كناش بنشوفها زمان. اوكي ماشي، بس هم دول برضو مؤسسه يعني هم اولادنا مؤسسه تمام، زي فرقه الصامتين ما كانت تابعه برضو لمؤسسه بلدي تمام. فانت هتيجي تبص تلاقي هو الموضوع مؤسسه بلدي دي فين، اولادنا دي فين، فهي المركزيه اللي بتحكم تمام. والدعم مش برضو انا شايف ان لازال الدعم مش بيوجه طبعا، انا مش بتكلم على اولادنا طبعا عامله حاجه عظيمه جدا جدا طبعًا. واحنا بنشتغل معاهم، بس انا بكلمك على هو ايه، على هو الموضوع مش مين يعني ايه التجارب القيمه والمفيده للثقافه المصريه. يعني انا ما كنت بطلع مثلا الاكاديميه المصريه للفنون في روما وادرب ماورو ديليساندرو، ده يعني نجم نجوم ايطاليا واوروبا طبعًا. لما انا بدربه على الاتصال العظمي عشان يدرب هو اولاده او الناس الصم في ايطاليا، وقعدنا مع بعض فتره ومشينا. انا هرجع لك عشان تقول للناس انت ازاي اهتميت بالموضوع ده من الاول، واصلا يعني الفكره جات لك ازاي، بس خلينا نرحب بقى بمدام سمر. طبعا حضرتك رئيس قسم الحرف اليدويه باللجنه وحرف يدويه، واعتقد ان يعني انت بتتعاملي مع كافه القدرات يعني صح كده؟ يعني ايه بقى لجنه الحرف اليدويه والشغل فيها بيتم ازاي؟
والله بصي، هو احنا في البدايه يعني احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى خالق في كل حد فينا قدره معينه. طبعا احنا هنا بالنسبه لقسم الحرف اليدويه ما فرقناش بقى بين ذوي قدرات خاصه او عاديين، بس هو كل اللي احنا قدرنا نتعامل معاه ان احنا بدانا نعمل سلايس كده لذوي القدرات الخاصه. بدانا نتعامل مع الاعاقات البصريه، لا سوري السمعيه، والاعاقات الحركيه، وبدانا نتعامل مع الداون سيندروم والتوحد وكمان الاقزام. تمام. يمكن السلايز الخاص بالاقزام دول يمكن هو ما لهوش فوكس خالص، على الرغم من الناس دي يعتبروا نورمال جدا، هي بس اعاقتهم فين؟ هم قزم لاكثر ولا اقل، لكن هم بيدوا طاقه حلوه جدا. فاحنا بدانا من خلال اللجنه ومن خلال الاكتف او الاكتيفيتي الخاص بالحرف اليدويه ان احنا بدانا نعمل لهم ورش كامله متكامله. الورش دي بدانا نختار فيها مدربين ومدربات هم فنانين في الاصل، الموضوع خارج خالص نطاق ان انا مدرسه او الحاجات دي كلها، لا هم فنانين وفنانين حرف يدويه. ده اول حاجه. تاني حاجه احنا كنا عاملين كمان فوكس ان احنا ندمج الولاد دول ونأهلهم معانا، وان هم يبقى فيهم تاهيل داخل المجتمع وكمان دمج اقتصادي. بنعمل لهم دمج اقتصادي وان هم يبقى عندهم ناحيه اقتصاديه بيقتطوا منهم شغلهم، ما يبقوش حاسين ان هم على ابائهم او ان هم على المجتمع. طب هنا في ناحيه اقتصاديه كمان انه ده بيؤهلهم لسوق العمل كمان. طبعا طبعا. يعني احنا بالظبط كده كفنانين احنا بنبدا نعمل تدريب خاص بالورك شوب. مثلا احنا عندنا منتج معين بيشترك فيه اكتر من شاب وشابه ليهم ذوي قدرات معينه، وهم عشان ليهم ذوي قدرات معينه فكل واحد فيهم ليه قدرة على التدريب وإنتاج قطعة معينة. لأن هم طبعا أنا مثلا عندي الداون سيندروم هم مش بيعرفوا الألوان، فببدأ أن أنا أعمل معاهم فوكس على أن هم إزاي يقدروا يختاروا ألوان، أن هم إزاي يقدروا يشتغلوا بأدوات مش هتأذيهم. ما أنا برضو المفروض أبقى فاهمة فسيولوجيا وسيكولوجيا الولاد دول هيقدروا يدوني إيه. أنا مش هقدر أشتغل معاهم بالشكل اللي هو النورمال طول الوقت، لا هم ليهم حاجات معينة. وكمان الحاجات دي لما أنا بعمل عليها فوكس بطلع منهم قدرات حلوة جدا 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 غير الناس اللي أنا بشتغل معاهم بشكل مستمر. طيب الموضوع كمان يعني أنا حابة لأنه الحرف اليدوية والأفكار اليدوية لما بنعملها هنا في القاهرة أو في اسكندرية كمان بيبقى الموضوع شوية واسع. يعني إحنا تمام. عندنا هنقول إن إحنا عندنا مصادر كتير بتعمل ده. تمام. لكن لذوي الإمكانيات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة بيبقى الموضوع بعيد شوية، وخصوصا كمان الأقاليم بقى. تمام. فبتتعاملوا إزاي؟ هل يعني رحتوا الأقاليم قبل كده؟ بصي إحنا رحنا الأقاليم وتشعبنا داخل الاقاليم وبدانا ان احنا نجمعهم وبدانا ان احنا نعمل لهم ورش عمل وبدانا كمان نعمل لهم ماركتنج للمنتجات بتاعتهم. الموضوع ما توقفش ان انا بس بعلمك حاجه معينه وبسيبك، لا انا كمان بعمل لك حاله ماركتنج من خلال الايفنتات سواء داخل مصر، وبنحاول ان يبقى في ايفنتات ليهم خارج مصر. لكن هو الموضوع ان انا عملت لهم تأهيل وعلمتهم حاجة ودربتهم عليها، لكن الموضوع كله بيبقى طبعا محتاج كوادر تدريبية بيبقى عندها بيشن ان هي تقدر تستحمل ان انا ان كيس معين فانا اللي بدربه في 3 شهور وهطلع منه منتج، لا انا هنا عندي سبيشال كيس هقعد 6 شهور وهطلع حاجة معينة. زائد ان انا كمان بعلمهم ان هم يبقى عندهم تعاون مع بعض، لانهم يبقى عندهم طاقات سلبيه كتيره جدا طبعا. فانا عايزاهم يتعاونوا ان هم يقدروا يشتغلوا مع بعض. فكلميني عن احساسهم بقى لما بيطلعوا منتج او بيطلعوا حاجه كده بيقدروا يبيعوها وبيقدروا يعني يتربحوا كمان من وراها. موضوع مش بس بيبقى فن، ده كمان بيبقى يعني احساس بالذات. طبعا. هو بس هو الموضوع بيبقى مقسم لشقين. الشق الاول ان هو بيبقى حاسس ان هو ابدع وصل لحاجه من خلال الكوميونيكيشن اللي انا عامله له على التول بار وهو قاعد بيعمل الورك شوب. استمتعه ان هو طلع حاجه، دي حد ذاتها ان هو انا موجود، انا اي ام هير. اوكي. تاني حاجه بقى الماركتنج دوت، في طبعا ذوي قدرات بيبقوا فاهمين يعني ايه ماركتنج ويعني ايه انا اتربح، وفي ناس ما بتبقاش مدركه يعني ايه ده طبعا. ده بقى بنترجمهم من خلال اولياء امورهم يبقوا عارفين ان هم مثلا بيجيبوا لهم جافز بيجيبوا لهم حاجات لان هم في ولاد كتير مش فاهمين يعني ايه العمله النقديه طبعا. لكن فاهم ان انا بشتغل وبطلع حاجه حلوه، حاجه شكلها حلو، حاجه الناس كلها بتقول لي ده حلو، حاجه الناس كلها بتبقى يعني معجبه بيها، غير ما حد يبدا ان هو يطبطب عليا بهدف الشفقه. لكن حد هيقول لي لا جود جوب بهدف ان انا ايه، لا انا موجود وانا جزء من المجتمع وانا فنان طبعا. هو طبعا. ده الموضوع. طيب يعني رضا كمان انت بدأت بالفكرة وبداية الفكرة نفسها بتبقى صعبة جدا، من حد يجي يكمل عليك
او يكمل وراك ده حد خلاص هو الفكره اوريدي موجوده ليها اساسيات ليها تعاملات، لكن انت بدات حاجه جديده. الحركات اللي انت بتقول عليها علمت اللي هو الراقص العالمي ليساندرو ماورو ماورو ليساندرو، يعني ده اعتقد ان هو كبير جدا في مجاله، يعني حاجه كبيره جدا ان هو يجي يتعلم. انت كمان كبير جدا في مجالك طبعا لانك انت بدات ده، فطبعا الموضوع دي تكنيك، الموضوع ليه كمان ذاتيه. انت عملت ده فكرت فيها ازاي بقى وجات لك، وعايز اعرف اتعلمت الموضوع اصلا ازاي. بصي انا اتعلمت الموضوع ده من خلال بحثي انا يعني اجتهادي الشخصي، لان انا دورت على تجارب معموله في اوروبا وفي امريكا عشان اعمل زيها الموضوع ده، ما لقيتش خالص. كل اللي كنت بلاقيه كان بيبقى عباره عن لوحات استعراضيه في الكلوريه خاصه يعني مثلا في الاردن تلاقي في الكلور دبكه، في مصر ممكن تلاقي صم تبع جمعيه او تبع مدرسه بيعملوا عرض راقص مثلا وليكن ايه فقره صعيدي في الكلور، في لبنان تلاقي ممكن برضو معاقين صم او ايا كانت اعاقتهم عاملين في الكلور. لكن يعني في الهند شفت في صم بيرقصوا فولكلور هندي، فانت تلاقي سهل ان انت تلاقي الفولكلور الهندي ده او الفولكلور الشعبي موجود في كل الدنيا الصم يرقصوه او يعملوه، لكن ان انت تلاقي دراما حركيه وبيحكوا قضيه وقصه وحاله بتسلم حاله ومشهد بيسلم مشهد وناس داخله وناس طالعه وحركه منضبطه وعلى مدار مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع والعرض داير، لازم كمان انا راعي ان هم بتعامل مع سبيشال نيدز، يعني انا طبعا دول ما اقدرش اسيبهم على الستيج نص ساعه واقفين هيتعبوا وهيقعوا مني، قوه تحملهم نفسها مش زي النورمال، فانا لازم اعمل تبادل في ناس داخله وناس طالعه وناس تطلع ترتاح وناس يعني عارفه حتى التفاصيل اللي جوه الحياه على المسرح اصلا بالظبط. وانت اصلا وهم انا كلمتهم قلت لهم انتوا دلوقتي بتعملوا حاجه هتكون يعني انتوا لكم الرياده ولكم السبق فيها، وهكون اللي هو الجايد بتاع البرنامج ده او البروجكت ده لكل العالم لكل الناس دي. فهم كانوا قد ايه متحملين المسؤوليه وقد ايه هم اصلا بطبيعتهم على فكره ذوي القدرات الخاصه عندهم اراده وقوه عزيمه اقوى من العاديين. ده حقيقي، لان هو دايما حاسس ان هو يعني مهمل او مهمش او فاهم، فده بيديله حافز اكتر ان هو لا انا هنا. نفس التعبير الحركي ده كمان حتى للناس اللي بتسمعه وتشوفه عندها كل القدرات بيبقى محتاج وجدان عالي جدا طبعاً. علشان اقدر ان انا اطلع الحركه، اقدر احسسك انت اصلا ان انا بالحاله بالكلام من غير ما اتكلم. دي حاله رهيبه ان انت توصلها كمان من يعني عن طريق الاتصال العظمي كمان، يعني عن طريق الاتصال العظمي. وبعدين كمان انا كنت بعمل ايه مثلا، انا كنت بطور الموضوع دايما، كنت مراعي ان هو تطور ان هو يتطور. صحيح. مش انا عملت مجموعه راقصه من الصم والبكم وبيشتغلوا على موسيقى هم مش سامعينها وعملنا بروباجندا فرقعه عالميه ورحنا لبنان ورحنا هنا وخلاص الموضوع واقف على كده. لا انا كنت بدور ازاي انا اطور البروجكت ده ويفضل مستمر ومتطور. فبدات ادمج فيه اعاقات اخرى، اعاقه حركيه يخش حد على كرسي ويعمل فقره راقصه جوه الشو، ناس فنانه زي عفاف مصطفى ناطقه بتتكلم طبعا. دخلت معاهم في عرض اهل مصر واخد بالك. بعد كده عملت ايه بقى الموضوع تطور وخد بعد بقى تاني خالص. لما قعدنا مع دكتور نبيل رزق كمان رئيس المكتب الاقليمي لمنظمه يون ارتس وقعدنا نحاول نفكر نعمل ايه كده تمام، احنا عملنا حاجه هايله جدا، عملنا كوننا برضو في اطار تطوير البروجكت نفسه عملنا فرقه من المكفوفين بيعزفوا للفرقه الراقصه من الصم. لا دول شايفين دول ولا دول سامعين الموسيقى اللي طالعه من دول، ولكن في الاخر انت كحد ومشاهد ومتفرج جمهور قاعد نورمال انت شايفه حاله فنيه وانسانيه وابداعيه خارقه طبعا غير طبعا. مسبوقه طبعا. ممكن تلاقي صم وبكم بيرقصوا على موسيقى هم مش سامعينها اوكي، بتلاقي مكفوفين زي النور والامل اوكي تمام، لكن تدمج الاثنين مع بعض بالشكل ده هو اصلا وسيله التواصل ما بينهم منعدمه. انا برضو شفت ليها فيديو دي على يعني دول فعلا مش شايفين دول ودول مش سامعين دول. طب اقنعوني يعني انا اقنعوني انا كانسانة عادية انا عايزة استوعب ده كمان. فبصراحة مجهود عظيم جدا وانا بتمنى لك انك يعني تحقق العالمية في ده، لان
تستاهل من 2005 النهارده 2018 يعني بقى لك 13 سنه جزء كبير جدا من عمرك ضيعته في الحلم ده. فبتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان انت توصل للي انت يعني نفسك فيه ونفسك تحققه من خلال مجهودك لاصحاب القدرات الخاصه. اشكرك جدا مخرج رضا عبد العزيز، نورتنا وشرفتنا في حلقتنا النهارده من حصاد. الوقت عدى معاكم بسرعه جدا علشان طبعا كنا بنتكلم عن حاجه قريبه جدا لقلوبنا. بشكرك جدا رضا، شكرا جزيلا. بشكرك كمان استاذه سمر عبد العزيز، يعني التعامل كمان مع الفئات او اصحاب القدرات الخاصه واحساسهم بذاتهم حاجه عظيمه جدا، وبشكرك عليها. وبشكركم مره ثانيه، نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده في الحصاد، اتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم من فقراتنا النهارده ومن مناقشه اخبارنا النهارده على الساحه المصريه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحصاد جديد، وتصبحوا على الف خير.